أربعة خمسة ست سبعة هي بخالد ثمان جيبها واحد طبعا هذه كانت أول مجموعة بإذن الله لنا رياضية طبعا حتتقسم من قسم من ثلاث جداول فهي في الأسبوع طبعا حتبقى يوم أحد وثلاث وخميس بإذن الله من الساعة الخامسة طبعا هي مجانية من الساعة الخامسة وحتى السابعة مساء بإذن الله تمارين أيروبيك طبعا تمارين حرة اللي هي تبقى وهدفها أنه الشباب تستفيد في الوقت الحالي طبعا في رمضان فترة الإجازة والكل يستفيد منها وهدفها الأخير اللي هو تخصيص الوزن لبعض الشباب طبعا في مدة أقل والله سبيون عادة اثبت وامشي على الارض يلا شد السمانة شد السمانة اربع خمس تقلبش بتكمل خليها تنكسر من سبع ثمان تس افتح رجليك شبر يلا وسع شبر افتح